الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ونتابع مع كتاب البشرى في تيسير القراءات العشر الكبرى، وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الجزء الثامن مع الثمن الأول. قوله تبارك وتعالى: إليهم الملائكة، كسر الهاء والميم وصلا أبو عمرو، وضمها يعقوب والثلاث، وكسر الهاء وأسكن الميم وقفا الجميع وعدا حمزة ويعقوب فهما على أصلهما. قوله تبارك وتعالى: الملائكة، سكت على المتصل حمزة بخلفه، وله وقفا التسهيل مع الطول والقصر، وللكساء وحمزة بخلفه إمالة ما قبل هاء التأنيث وقفا. قوله تبارك وتعالى: الموتى، الإمالة للثلاثة والتقليل لهما بخلفهما. قوله تعالى: عليهم، ضم الهاء في الحالين حمزة ويعقوب عليهم. قوله تعالى: شيء، توسط اللين وطوله للأزرق وتوسطه لحمزة بخلفه والسكت لهم بخلفهم. قوله تبارك وتعالى: قبل، كسر القاف وفتح الباء المدني والشامي قبالة. قوله تعالى: ليؤمنوا، لا يؤمنون، ألا تأكلوا ولا تأكلوا، لن نؤمن، أبدل الهمزة ورش وأبو جعفر والبصري بخلفه وحمزة وقفاء. قوله تعالى: أن يشاء من يضل نورا يمشي، فمن يرد أن يهديه ومن يرد أن يضله لقوم يذكرون. أضغم النون في الياء من غير غنة خلف عن حمزة ودور الكساء بخلفه. قوله تعالى: نبي، خفف الياء وزاد همزة بعدها نافع نبي. قوله تعالى: الإنس، الأرض، الإثم، السكت على الموصول لهم ابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفهم، والنقل لورش مطلقة ولحمزة وقفا النقل والسكت. قوله تعالى: بعضهم إلى، هم إلا، سكت عليها الأربعة بخلفهم ووصلها بواو الحرميون بخلف عن قالون. قوله تعالى: غرورا ولو، صدقا وعدلا، لفسق وإن، أضغمها في الواو بلا غنة خلف عن حمزة. قوله تعالى: شاء، جاءتهم، سكت على المتصل حمزة بخلفه وصلا، وأملها الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله تعالى: ما فعلوه، وليرضوه، إليه، مع، عليه، كله، فأحيينا، وصلهن ابن كثير. قوله تعالى: ولتصغى، أمالهما الثلاثة وقللها الأزرق بخلفه. قوله تعالى: أفئدة، سكت عليها الأربعة بخلفهم ووقف الكسائي وحمزة بخلفه بإمالة الهاء وقفا. قوله تعالى: بالآخرة، السكت لهم بخلفهم والنقل الورش وتثليث البدل وتركيك الراء للأزرق، وأمال ما قبل الهاء وقفا الكسائي وحمزة بخلفه ولحمزة وقفا النقل والسكت. قوله تعالى: مقترفون، الممترين، والذين جميعه، لمشركون، وقف عليهن يعقوب بهاء السكت بخلف عن. قوله تعالى: أفغير، ذكر، معا، ركك الراء الأزرق. قوله تعالى: حكما وهو، أضغمها في الواو بلا غنة خلف عن حمزة، وأسكن الهاء قالون وأبو جعفر والنحويان، وقف عليها يعقوب بهاء السكت. قوله تعالى: مفصلا، والذين، غلظ اللام الأزرق، وأدغم نون التنوين في الواو خالف عن حمزة، ووقف على الذين بهاء السكت يعقوب بخلفه. قوله تعالى: منزل، أسكن النون وخفف الزاي غير الشامي وحفص، منزل. قوله تبارك وتعالى: من ربك، وعدل الله، أدغمها بالغنة وعدمها حفص والشامي وسماء عدا الأزرق. قوله تعالى: كلمة، زاد ألفا بعد الميم على الجمع المدنيان والصاحبان والشامي كلمات، ووقف عليها بإمالة هاء التأنيث الكسائي كلمة، ووقف عليها بالهاء وبدون إمالة يعقوب، ووقف الباقون بالتاء ولا إمالة لحمزة فيها. قوله تعالى: مبدل لكلماته، أعلم من، الإضغام فيهن للبصريان بخلفهما. قوله تعالى: وهو، معا، أسكن الهاء قالون وأبو جعفر والنحويان، ووقف عليه يعقوب بهاء السكت. قوله تعالى: أعلم بالمهتدين، أعلم بالمعتدين، أخفى الميم عند الباء البصريان بخلف عنهما، ووقف على الكلمة الثانية يعقوب بهاء السكت بخلفه. قوله تبارك وتعالى: ربك هو،
وقف عليها يعقوب بهاء السكت. مؤمنين أبدل الهمزة واوا، ورش وأبو جعفر والبصري بخلفه، وحمزة وقفا، ووقف عليها يعقوب بهاء السكت بخلفه. قوله تعالى فصل لكم، ضم الفاء وكسر الصاد الإبناء، والبصري فصل، وغلظ اللام الأزرق وقفا وبخلفه وصلا، وأضغم اللام في اللام البصريان بخلفهما. قوله تعالى ما حرم، ضم الحاء وكسر الراء الصاحبان والشامي وشعبة، وشفى ما حرم. قوله تعالى ما اضطررتم إليه، كسر الطاء ابن وردان بخلفه ما اضطررتم، وسكت على ميم الجمع الأربعة بخلفهم، ووصل ميم الجمع بواو الحراميون بخلف العنقالون. وقف عليها حمزة بتحقيق الهمزة مع السكت وعدمه، ولا نقل لحمزة في ميم الجمع إليه، وإن وصلها ابن كثير. قوله تعالى كثيرا ليضلون، ركك الراء الأزرق وقفا وبخلفه وصلا، وأدغم نون التنوين في اللام بالغنة وعدمها حفص والشامي وسمع عدا الأزرق، وفتح الياء غير الكوفيين ليضلون. قوله تعالى ظاهرة أكابر، ركك الراء الأزرق وصلا وجميعهم وقفا. قوله تعالى كان ميتا، شدد الياء مكسورة، المدنيان ويعقوب ميتا. قوله تعالى الناس، أملها دور البصري بخلفه. قوله تعالى زين للكافرين، أضغم النون في اللام البصريان بخلفهما، وقللها الأزرق وأملها البصري، ودور الكساء ورويس وابن ذكوان بخلفه، ووقف عليه يعقوب بهاء السكت بخلفه. قوله تعالى قرية آية، أملهما وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تعالى نؤمن، أبدل الهمزة ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا. قوله تعالى نؤتى، أبدل الهمزة ورش أبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا، وكللها الأزرق بخلفه وأملها ثلاث. قوله تعالى ما أوتي، ثلث البدل الأزرق، وله فيها مع نؤتى مع نؤتي الأوجه الستة، ولو فيها مع نؤتى الأوجه الستة. قوله تبارك وتعالى يجعل رسالة، أضغم اللام في الراء البصريان بخلفهما، وزاد ألفا بعد اللام، وكسر التاء غير المكي وحفص رسالاته. قوله تعالى للإسلام، سكت عليه الأربعة، النقل الورش، ولحمزة وقفا النقل والسكت. قوله تعالى ضيق، خفف الياء ساكنة، ابن كثير ضيق. قوله تبارك وتعالى حرج، كسر الراء المدنيا، وشعبة حرجا. قوله تعالى كأنما، سهل الهمزة الأصبهاني وحمزة وقفا. قوله سبحانه وتعالى يصعد، زاد ألفا بعد الصاد، وخفف العين شعبة يصاعد، وخفف الصاد مسكنة، وخفف العين ابن كثير يصعد، والباقون بتشديد الصاد والعين بدون ألف. قوله تبارك وتعالى السماء، وقف عليها حمزة وهشام بخلفه بإبدال الهمزة ألفا مع المراتب الثلاث، وبتسهيلها مع الطول والقصر للحمزة وبالمراتب الثلاث لهشام. قوله تعالى صراط، صراط أشم الصاد زائن خلف عن حمزة، وأبدلها سينا رويس وقنبل بخلفه. الثمن الثاني، قوله تبارك وتعالى وهو وليهم، أسكن الهاء قالون وأبو جعفر والنحويان، وأدغم الواو في الواو البصريان بخلفهما، ووقف عليها يعقوب بهاء السكت. قوله تعالى يحشرهم، أبدل الياء نونا غير حفص وروح، نحشرهم. قوله تبارك وتعالى جميعا يا معشر إن يشأ، أضغم النون في الياء من دون غنة خلف عن حمزة، ودور الكساء بخلفه. قوله تعالى الإنس، السكت لهم بخلفهم، والنقل ورش مطلقة، ولحمزة وقفا النقل والسكت. قوله سبحانه وبحمده ببعض وبلغنا، بظلم وأهلها، لآت وما أنعام، لآت وما أنعام، وحرف علم وحرم، أضغم نون التنوين في الواو بلا غنة خلف عن حمزة. قوله سبحانه وبحمده وقال أولياؤهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيها السكت على المنفصل لحمزة بخلفه. قوله سبحانه وبحمده مثواكم، قللها الأزرق بخلف عنه، وأملها شفا حمزة والكسائي والعاشر.
قوله سبحانه وبحمده في الكلمات الأتية: خالدين، غافلون، بمعجزين، الظالمون، المشركين، مهتدين، وقف عليهن يعقوب هاء السكت بخلف عن. قوله سبحانه وبحمده: شاء معا في الآيتين 128-137. سكت على المتصل حمزة بخلفي وأملها الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله سبحان وبحمده: يأتيكم، أبدال الهمزة ورش وأبو جعفر والبصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله سبحان وبحمد: عليكم آياتي، السكت الأربعة ابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفهم. ووصل الحرمي الميم بواو بخلف عن قارون، وثلث البدل الأزرق. قوله سبحان وبحمده: وينذرونكم، ركك الراء بخلفه الأزرق. قوله سبحان وبحمد: على أنفسنا، على أزواجنا، وقف عليها حمزة بأربعة أوجه: الأول والثاني تحقيق الهمزة مع السكت وعدمه، الثالث والرابع التسهيل مع الطول والقصر. وقوله سبحان وبحمد: الدنيا، أملها الثلاث، وقللها الأزرق والبصري بخلفهما، وزاد دور البصر الإمالة وجها ثالثا. قوله سبحان وبحمد: كافرين، قال لهما الأزرق وأمالهما البصري ودور الكساء ورويس وابن ثكوان بخلفه، ووقف عليه يعقوب هاء السكت بخلفه. قوله سبحانه وبحمده: ألم يكن ربك حجر الله وأنعام الله، الإضغام في اللام والراء بالغنة وعدمها حفص والشامي وسمع عدى الأزرق. قوله سبحانه وبحمده: القرى، قللها الأزرق وأملها البصري وشفى وابن ثكوان بخلفه. قوله سبحانه وبحمده: يعملون، أبدل الياء تاء تاء خطاب الشامي تعملون. قوله سبحانه وبحمده: الرحمة، ذرية، عاقبة، أملها وقفا الكسائي وحمزة بخلف. قوله سبحانه وبحمده: إن يشاء، أضغم نون التنوين في الياء بلا غنة خالف عن حمزة ودور الكسائي بخلفه، وأبدل الهمزة وقفا الأصبهاني وأبو جعفر وحمزة وهشام بخلفه. قوله سبحانه وبحمده: ما يشاء شركاء، فيها الأوجه القياسية وقفا لحمزة وهشام بخلفه. قوله سبحانه وبحمده: قوم آخرين، سكت على الأربعة بخلفهم، والنقل لورش وتسليس البدل للأزرق ولحمزة وقفا النقل والتحكيك والسكت، وقف عليه يعقوب بهاء السكت. قوله سبحانه وبحمد: لآت، ثلث البدل الأزرق، وقف عليها حمزة بتحقيق الهمزة وتسهيلها. قوله تبارك وتعالى: مكانتكم، زاد ألفا بعد النون شعبة، مكاناتكم. قوله سبحانه وبحمده: من تكون، أبدل تاء التأنيث ياء، ياء تذكير حمزة والكسائي والعاشر من يكون. قوله سبحانه وبحمد: الدار، قللها الأزرق وأملها البصري ودور كسي وابن ذكوان بخلفه، ووقف عليها بالسكون السوسي بالفتح والتقليل والإمال، ولدى رومي الراء لا تأتي إلا الإمالة. قوله سبحانه وبحمده: بزعمهم معا في الآيتين 136-138. ضم الزاي الكسائي بزعمهم. قوله سبحانه وبحمده: لشركائنا، لشركائهم، شركائهم، شركاؤهم، سكت حمزة على المتصل بخلفي وله وقفا التسهيل مع الطول والقصر. قوله سبحانه وبحمده: فهو، أسكن الهاء قارون وأبو جعفر والنحويان، وهو، ووقف عليها يعقوب بهاء السكت. قوله سبحانه وبحمده: زين لكثير، ضم الزاي وكسر الياء بناء على المجهول ابن عامر زين، وأضغم النون في اللام مع الغنة وعدمها البصريان بخلفهما. قوله سبحانه وبحمده: قتلا، قتلا، رفع اللام نائب فاعل وهو مضاف ابن عامر، قتلوا. قوله سبحانه وبحمده: أولادهم، نصبا مفعول به لقتل، لكلمة. قوله سبحانه وبحمده: أولادهم، نصب المفعول به لقتل ابن عامر، أولادهم. قوله تعالى: شركاؤهم، جرها مضاف إليه لقتل ابن عامر شركائهم. قوله تعالى: عليهم، ضم الهاء حمزة يعقوب عليهم. قوله سبحانه وبحمده: شاء، سكت عليها حمزة بخلفه وأملها الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله سبحانه وبحمده: ما فعلوا عليه، فيه وصل الهاء ابن كثير. قوله تبارك وتعالى: حجر لا يطعمها،
ركك الراء الأزرق بخلفي، وأدغم نون التنوين في اللام بالغنة وعدمها حفص، والشامي وسما خل الأزرق. قوله تعالى: حرم ظهورها، أدغم التاء في الظاء الأزرق أبو عمرو والشامي والثلاث. قوله تعالى: افتراء معا، ركك الراء بخلفه الأزرق. قوله تعالى: سيجزيهم معا، ضم الهاء يعقوب سيجزيهم. قوله تعالى: خالصة لذكورنا، أملها وقفا الشيخان بخلفهما، وأدغم نون التنوين في اللام بالغنة وعدمها حفص والشامي وسما خل الأزرق. قوله تعالى: وإيكم ميتا، أضغم النون في الياء بلغنة خلف عن حمزة دور الكسائي بخلفه، وأبدل الياء الغيبة تاء تأنيث شعبة أبو جعفر والشامي بخلف عن هشام تكن، وشدد الياء في ميتة أبو جعفر، ورفع التاء مع الابنين، ورفع التاء مع الابنين ميتة، وأمله وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تبارك وتعالى: خسراء، ركك الراء الأزرق. قوله تعالى: قتلوا، شدد التاء لبنان ابن كثير وابن عامر قتلوا. قوله تعالى: قد ضلوا، أضغم الدال في الضاد ورش والبصري والشامي والثلاثة. الثمن الثالث. قوله تعالى: وهو، أسكن الهاء قارون أبو جعفر والبصري والكسائي، وهو، ووقف عليه يعقوب بهاء السكت. قوله تعالى: معروشات وغيرة، متشابها وغيرة، أضغم بلا غنة خلف عن حمز، وركك الراء الأزرق. قوله تعالى: معروشات والنخلة، باغي ولعاد، ظفوري ومن، أضغمهن بلغن خلف عن حمزة. قوله تعالى: مختلفا أكله، سكت على المفصول ابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفهم، والنقل ورش، وأسكن الكاف الحرميان أكله، ووقف أكله، ووقف عليها حمزة بالنقل والتحقيق والسكت. قوله تعالى: ثمره، ضم الثاء والميم حمزة والكسائي والعاشر ثموره. قوله تعالى: حصادي، كسر الحاء الحرميون والكوفيون إلا عاصما حصادي. قوله تعالى: المسرفين، صادقين، الظالمين إلى لصادقون المجرمين، وقف عليهن يعقوب بهاء السكت بخلفه. قوله تعالى: الأنعام، الأنثيين كله، سكت على الموصول الأربعة بخلفهم والنقل الورش، ووقف عليه حمزة بالنقل والسكت. قوله تعالى: حمولة وفرشا، أضغم بلا غنة خالف عن حمزة، ووقف عليها حمولة بإمالة الهاء الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تعالى: رزقكم، كذلك كذب، الإضغام فيهن البصريان بخلفهما. قوله تعالى: خطوات، أسكن الطاء أبو عمرو وشعبة والأخوان والحراميان بخلف عن البزي خطوات، وضمها الباقون. قوله تعالى: ثمانية الحجة، وقف عليهما بإمالة ما قبل الهاء الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تعالى: ثمانية أزواج، وقف عليه حمزة بتحقيق الهمزة وبتسهيلها. قوله تعالى: أضأني، بأسه، بأسنا، إبدال الهمزة فيهن أبو جعفر والأصبهاني والبصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله تعالى: المعزي، فتح العين ابن كثير والبصريان وابن عامر بخلف عن هشام المعز. قوله تبارك وتعالى: الذكرين، أبدل همزة الوصل وسهلها وجهان جميع القراء. قوله تبارك وتعالى: عليه معا، فتخرجوه، وصل الهاء ابن كثير. قوله تعالى: الأنثيين نبئوني، أضغم الأنثيين نبئوني، أضغم النون في النون البصريا بخلفهم، والأزرق تسليس البدل وضم الباء وحذف الهمزة أبو جعفر نبوني، ولحمزة وقفا تسهيل الهمزة وإبدالها ياء وإسقاطها ثلاثة أوجه. قوله تعالى: شهداء إذ، سكت على المتصل حمزة بخلفه، وسهل الهمزة الثانية سما إلا روح. قوله تعالى: وصاكم لهداكم، أمالهن الثلاثة وقل لهن الأزرق بخلفه. قوله تبارك وتعالى: أظلم ممن، غلظ اللام الأزرق بخلفه، وأضغم الميم في الميم البصريا بخلفهما. قوله تعالى: افترى، قللها الأزرق وأملها البصري وشفى وابن ذكوان بخلفه. قوله تبارك وتعالى: كذبا ليضل، غفور رحيم، أضغم نون التنوين في اللام والراء مع الغنة وعدمها حفص والشامي وسما إلا الأزرق. قوله تعالى:
طاعمي يطعمه. أدغم النون في الياء بلا غنة خالف عن حمزة ودور الكساء بخلفه. قوله تعالى أن يكون ميتا أبدل ياء التذكير تاء تأنيث ابن كثير وابن عامر وحمزة وأبو جعفر تكن. وأدغم النون في الياء بلا غنة دور الكساء بخلفه وشدد الياء في ميتا أبو جعفر ورفع التاء أبو جعفر وابن عامر مي ورفع التاء أبو جعفر وابن عامر ميتة. وأمر الهاء وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تبارك وتعالى فمن اضطر ضم النون وصلا الحرميون والشامي والكسائي والعاشر وكسر الطاء أبو جعفر فمن اضطر. قوله تبارك وتعالى غير ركك الراء الأزرق. قوله تعالى عليهم ضم الهاء حمزة ويعقوب عليهم. قوله تعالى حمل ظهورهما أضغم التاء في الظاء الأزرق والبصري والشام والثلاث. قوله تعالى الحوايا أمل الألف بعد الياء شفاء وقللها الأزرق بخلفه. قوله تبارك وتعالى رحمتي واسعة ولا يرد أضغم النون التنوين في الواو من بغير غنة خالف عن حمزة وأمل ما قبل الهاء وقفا على رحمة الكسائي وحمزة بخلف وأمال وسع الشيخان وقفا بخلف عنهما. قوله تبارك وتعالى شاء معا سكت حمزة على المتصل بخلفه وصلة وأمال الألف الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله تبارك وتعالى ما أشركنا ولا آباؤنا سكت على المتصل والمنفصل حمزة بخلفه. قوله تعالى شيء السكت الأربعة بخلفه متوسط اللين وطوله للأزرق ولحمزة وصلا توسط اللين بخلف ووقف عليها حمزة وهشام بخلفه بأربعة أوش بإسكات الهمزة ونقل حركتها للياء مع إسكانها ورومها ولهما أيضا إبدال الهمزة ياء وإدغام الأول في الثاني كذلك مع الإسكان والروم. قوله تبارك وتعالى البالغة أمال ما قبل الهاء وقفا الشيخان بخلفهما. قوله تعالى لهداكم أجمعين قللها الأزرق بخلفه وأملها الثلاثة والسكت على المفصول للأربعة بخلفهم ووصلها بواو الحرمي بخلف العقلون. قوله تعالى ووقف عليه حمزة بالتحقيق والسكت ووقف عليه يعقوب هاء السكت بخلف عنه. قوله تعالى لا يؤمنون أبدل الهمزة واوا ورش وأبو جعفر والبصري بخلف وحمزة وقفا. قوله تعالى بالآخرة سكت عليه الأربعة بخلفهم والنقل لورش وتسليس البدل وتركيك الراء الأزرق ولحمزة وقفا النقل والسكت وأمل ما قبل الهاء وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. الثمن الرابع قوله تبارك وتعالى عليكم الأمرهم إلى سكت على المفصول الأربعة ابن ثكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفهم ووصلهما الحرميون بواو بخلف عن القلون ووقف عليهما حمزة بالتحقيق والسكت. قوله تبارك وتعالى شيئا وبالوالدين وسط اللين وطوره الأزرق ووسطه بخلفه حمزة وصلة وسكت عليها الأربعة بخلفهم ووقف عليه حمزة بالنقل مع الإبدال والإدغام وأدغم نون التنوين في الواو بلا غنة خالف عن حمز. قوله تعالى إحسانا وإياهم يبلغ أشدة وقف عليه حمزة بتحقيق الهمزة وتسهيلها. قوله تعالى إحسانا ولا تقتلوا حنيفا وما كان أضغم نون التنوين في الواو بلا غنة خالف عن حمز. قوله تعالى من إملاق سكت على المفصول ابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفهم والنقل لورش مطلقة ووقف عليه حمزة بالنقل والتحقيق والسكت. قوله تعالى نحن نرزقكم أضغم النون في النون والقاف في الكاف البصريان بخلفهما. قوله تعالى وصاكم كله أهدى وهدى معا وقفا فلا يجزى هداني أتاكم قال لهن الأزرق بخلفه وأمالهن الثلاث. قوله تعالى قرب موسى وقفا التقليل لهما الأزرق البصري بخلفهما والإمالة للثلاث. قوله تعالى الله أوفوا وقف عليه حمزة بتحقيق الهمزة وإبدالها ياء المفتوحة وجهان. قوله تعالى تذكرون شدد الذال سما والشامي وشعبة تذكرون. قوله تبارك وتعالى وأن هذا فتح الهمزة وخفف النون الشامي ويعقوب وأن وكسر الهمزة مع تجديد النون شفا وإن وبفتح الهمزة مع تجديد النون للباقين وإن. قوله تبارك وتعالى وبفتح الهمز مع تجديد النون وكسر الهمز مع تجديد النون شفا وبفتح الهمزة مع تجديد النون الباقين
وأن بفتح الهمزة مع تشديد النون، وأن كتبت خطأ في الكتاب. قوله تبارك وتعالى صراطي مستقيما، أشم الصاد زائيا خالف عن حمزة، وأبدل الصاد سينا رويس قنبل بخلف عن، وفتح الياء وصلا ابن عامر صراطي مستقيما. قوله تعالى فاتبعوه معا أنزلناه فيه وصل الهاء ابن كثير. قوله تبارك وتعالى فتفرق، شدد التاء البزي بخلف عن فتفرق. قوله تبارك وتعالى شيء وهدى رحمة وهدى ورحمة، سكت على الأربعة بخلفه ووسطه ووسط اللين وطوله الأزرق، ووسطه حمزة بخلفه ووقف عليها مع هشام بخلف عن بإسقاط الهمزة مع نقل حركته إلى الياء مع الإسكان والروم، وإبدال الهمزة الأولى وإضغامها في الثانية مع الإسكان والروم، وإضغام نون التنوين في الواو بلغن خالف عن حمزة، وأمال هدى وقفا الثلاث قللها الأزرق بخلفه ووقف على رحمة بالإمالة الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تعالى وتفصيلا لكل ورحمة لعله من ربكم شيعا لست درجات ليبلوكم لغفور رحيم، أضغم نون التنوين في اللام والراء بغنى بدونها حفص والشامي وسما خل الأزرق. قوله تعالى يؤمنون يأتي كله، أبدل الهمزة ورش وأبو جعفر والبصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله تبارك وتعالى دراستهم أغير وازرة ركك الراء الأزرق. قوله تعالى لغافلين المشركين الذين العالمين، وقف عليهن يعقوب هاء السكت بخلف عن. قوله تعالى فمن أظلم ممن، السكت للأربعة بخلفهم والنقل الورش وغلظ اللام الأزرق بخلفه وأضغم الميم في الميم البصريان بخلفهم. قوله تعالى كذاب بآياته، أضغم الباء في الباء البصريان بخلفهم وثلاث البدل الأزرق. قوله تبارك وتعالى يصدفون معا أشم الصاد زايا فيهما الثلاثة ورويس بخلفه. قوله تبارك وتعالى فقد جاءكم، أضغم الدال في الجيم البصري وهشام والثلاث، وسكت على المتصل حمزة بخلفه وأمل الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله تبارك وتعالى بينة الملائكة بالحسنة بالسيئة ملة، أملها وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تبارك وتعالى أن تأتيهم، أبدل التاء التذكير يا غيبة شفا يأتيهم، وأضغم النون في الياء بلغن خالف عن حمزة ودور الكساء بخلفه وأبدل الهمزة فيها ورش أبو جعفر البصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله تعالى خيرا ركاك الراء الأزرق وقفا وبخلفه وصلا. قوله تعالى انتظروا ولا تزروا وزر ركاك الراء الأزرق بخلفه. قوله تعالى منتظرون ركاك الراء الأزرق ووقف عليه يعقوب بهاء السكت. قوله تبارك وتعالى فرقوا، زاد ألفا بعد الفاء وخفف الراء الشيخان فارقوا. قوله تعالى شيء، سكت عليه الأربعة بخلفهم ووسط اللين وطوله الأزرق، ووسطه حمزة بخلفه ووقف عليها مع هشام بخلف عنه بإسقاط الهمزة مع نقل حركته إلى الياء مع الإسكان والروم، وإبدال الهمزة الأولى وإدغامها في الثانية مع الإسكان والروم. قوله تعالى جاء معا، سكت على المتصل حمزة بخلفه وأملها الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله تعالى عشر أمثالها، نون الراء ورفع اللام يعقوب عشر أمثالها، ووقف حمزة بتحقيق الهمزة وإبدالها واوا. قوله تعالى لا يظلمون، غلظ اللام الأزرق بخلفه. قوله تعالى ربي إلى، فتح الياء وصلا المدنيان والبصير ربي إلى. قوله تعالى صراط، أشم الصاد زين خالف عن حمزة، وأبدل الصاد سينا رويس وقنبل بخلف. قوله تبارك وتعالى قيما، فتح القاف وشدد الياء مكسورة المدنيان والمكي والبصريان قيما، فتح القاف وشدد الياء مكسورة المدنيان والمكي والبصريان قيما. قوله تبارك وتعالى إبراهيم، للشامي بخلف عن من ذكوان إبراهيم. قوله تعالى صلاتي، غلظ اللام الأزرق. قوله تعالى ومحياي، أمال الألف الكسائي وقللها الأزرق بخلفه وأسكن الياء وصلا وأشبع الألف المدنيان بخلف عن الأزرق محياي. وللأزرق أربعة أوجه، فتح الألف مع إسكان الياء وفتحه، وتقليل الألف مع الإسكان والفتح. قوله تعالى ومماتي، فتح الياء وصلا المدنيان ومماتي لله، ومماتي لله. قوله تبارك وتعالى لا شريك، قوله تعالى لا شريك، وسط الألف، وسط ألف التبرئة حمزة بخلف. قوله تبارك وتعالى وبذلك أمرت، وقف عليه حمزة بالتحقيق والسهل.
بالتحقيق والتسهيل. قوله تعالى وأنا أول أثبت الألف مادا منفصل المدنيان وكل على أصله وأنا. قوله تبارك وتعالى ربا وهو أضغم نون التنوين في الواو بلا غنى خلف عن حمزة وأسكن الهاء قارون والأبوان والكسائي وهو ووقف عليه يعقوب هاء السكتي وهو. قوله تبارك وتعالى أخرى قدرها الأزرق وأملها البصريان وأملها البصري وشفا وابن زكوان بخلفه ووقف عليه حمزة بتحقيق الهمزة وبتسهيلها. قوله تبارك وتعالى وهو أسكن الهاء قارون أبو جعفر والنحويان وهو ووقف عليه يعقوب هاء السكتي وهو. قوله تعالى آتاكم تثليث البدل مع فتح الزاد وتقليله للأزرق وأمل الألف بعد التاء الثلاثة وقف عليه حمزة بتحقيق الهمزة مع السكت وعدم وبتسهيل الهمزة مع الطول والقصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتابع مع الجزء الثامن ومع الثمن الخامس أو الحزب الثاني. قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم صاد. سكت على الحروف المقطعة أبو جعفر. ألف لام ميم صاد. قوله تعالى كتاب أنزل. السكت الأربعة ابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفهم والنقل لورش. قوله تبارك وتعالى منه معا وصل لها ابن كثير. قوله تعالى لتنذر ركاك الراء الأزرق. قوله تعالى وذكرى يراكم قللها الأزرق وأملها أبو عمرو وشفى حمزة والكسائي والعاشر وابن ذكوان بخلفه. قوله تعالى للمؤمنين أبدل الهمزة واوا ورش وأبو جعفر والبصري بخلفه وحمزة وقفا ووقف عليها يعقوب بهاء السكت بخلف. قوله تعالى من ربكم أضغم النون في الراء بالغنة وعدمها حفص والشامي وسمع عاد الأزرق. قوله تعالى دونه أولياء وقف عليها حمزة وهشام بخلفه بإبدال الهمزة الأخيرة ألفا مع الطول والتوسط والكسر ولحمزة في الأولى التحقيق مع السكت وعدمه والنقل من دونه يولياء والإبدال مع الإضغام من دونه يولياء. قوله تبارك وتعالى تذكرون شدد الذال سما وشعبة تذكرون والابن عامر زيادة ياء المضارعة قبل التاء وخفف الذال يتذكرون. قوله تبارك وتعالى قرية الجنة أمل لها وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تعالى فجاءهم سكت على المتصل حمزة بخلفه وأملها الأخوان والشامي بخلفه عن هشام وإمالة دجون عن هشام والنقاش عن ابن ذكوان تأتي على الطول في المنفصل ولهشام عن طريق الحلواني الفتح على التوسط وقس على ذلك أمثالها. قوله تبارك وتعالى بأسنا معا في الآية الرابعة والخامسة من سورة الأعراف إبدال الهمزة أبو جعفر والبصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله تعالى قائلون وقف عليه حمزة بتسهيل الهمزة مع الطول والكسر وقف عليه يعقوب هاء السكت بخلفه. قوله تعالى دعواهم التقوى الإمالة للثلاث والتقليل لهما الأزرق والبصري بخلفهم. قوله تعالى إذ جاءهم أضغم الذال في الجيم أبو عمرو وهشام وأمال الألف الأخوان والشامية بخلف عن هشام. قوله تعالى ظالمين الذين المرسلين غائبين المفلحون الساجدين الصاغرين المنظرين شاكرين الظالمين الخالدين الناصحين الخاسرين مخلصين الشياطين مهتدون. كل هذه الكلمات فيها وقف يعقوب هاء السكت بخلفه ظالمين الذين وهكذا. قوله تعالى فلنسألن سكت على الهمزة الأربعة بخلفهم ولحمزة وقفا نقل حركة الهمزة إلى السين فلنسألن. قوله تعالى عليهم ضم الهاء حمزة ويعقوب إليهم عليهم. قوله تعالى ومن خفت أخفى النون عند الخاء أبو جعفر ومن خفت. قوله تعالى خسروا ركاك الراء بخلفه الأزرق. قوله تعالى الأرض سكت السكت لهم بخلفهم والنقل الورش ولحمزة وقفا النقل والسكت. قوله تبارك وتعالى الملائكة ضمت أبو جعفر للملائكة واخترس ضمتها ابن وردان بخلفه وأمل مقابل الهاء وقفا الكسائي وحمزة بخلفه ولحمزة وقفا تسهيل الهمزة مع الطول والقصر. قوله تعالى إذ أمرتك
سكت عليها ابن ذكوان وحفص وإدريس وحمزة بن خلفيه، ونقل حركة الهمزة ورشون، ووقف عليها حمزة بالنقل والتحقيق والسكت. قوله تعالى: امرأتك قال جهنم منكم ينزع عنهما هو وقبيله أمر ربي، الإدغام فيهن البصريان بخلفهما. قوله تبارك وتعالى: خير معا، رققها الجميع وقفا والأزرق بخلفه وصلا. قوله تبارك وتعالى: نار، قللها الأزرق وأملها البصري ودور الكساء وابن ذكوان بخلفه، ووقف عليها السوسي بالفتح والتقليل والإمال. قوله تبارك وتعالى: أنظرني إلى، لم يفتح ياءها أحد. قوله تعالى: صراطك، صراطك، أشم الصاد زين خالف عن حمزة، وأبدل الصاد سينا رويس وقنبل بخلفه. قوله تعالى: أيديهم، ضم الهاء يعقوب أيديهم. قوله تعالى: ومن خلفهم، أخفى النون عند الخاء أبو جعفر. قوله تعالى: شمائلهم، سكت على المتصل بخلفه حمزة وصلا، ولو أخفى تسهيل الهمزة مع الطول والقصر. قوله تعالى: مذؤوما، سكت عليه الأربعة بخلفهم، ولا والإبدال فيها للأزرق لأن الهمزة بعد ساكن صحيح، ولا إبدال فيها للأزرق لأن الهمزة بعد ساكن صحيح. ونقل حركة الهمزة إلى الذال حمزة وقفا. قوله تعالى: لأملأن، سهل الهمزة الثانية الأصبهاني، الأصبهاني مطلقة، وسهلها وقفا حمزة مع تحقيق الهمزة الأولى وتسهيلها. قوله تعالى: مدحورا لمن، وإن لم أدغم نون التنوين في اللام بغنة وعدمه حفص والشامي وسمى خل الأزرق. قوله تعالى: منكم أجمعين، السكت لهم بخلفهم، ووصل الميمة بواو الحرميون بخلف العنقلون، ووقف عليه حمزة وتحقيق الهمزة مع السكت وعدمه، ووقف عليها يعقوب بهاء السكت بخلفه. قوله تعالى: حيث شئتما، أضغم الثاء في الشين البصريان بخلفه، وأبدل الهمزة الأصبهاني وأبو جعفر والبصري بخلفه، وحمزة وقفا. قوله تعالى: الشجرة، كله في الآيات 19-20-22، أملهن وقفا الشيخان بخلفهم. قوله تعالى: الشيطان ليبدي، لا إدغام للنون عند اللام لسكون ما قبله. قوله تعالى: سوآتهما، كله في الآيات 20-22-27، السكت لهم بخلفهم، ولا مد في اللين للأزرق على أحد وجهي، وله توسطه في الوجه الثاني، وثلث البدل الأزرق ولو فيهما أربعة أوجه، الأول والثاني والثالث عدم المد في اللين مع تثليث البدل، الرابع توسط اللين مع توسط البدل. ووقف عليه حمزة بالنقل، ووقف عليها حمزة بالنقل سواتهما، ثم الإبدال مع الإدغام سواتهما وجهان. قوله تبارك وتعالى: ما نهاكما، قل لها الأزرق بخلفه وأملها الثلاثة، وفي اللين والبدل وذات الياء للأزرق سبعة أوجه، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، عدم المد في اللين مع ثلاثة البدل مع كل منها الفتح والتقليل في الذات، السابع توسط اللين وتوسط البدل وتقليل ذات الياء. قوله تبارك وتعالى: فدلاهما سوآتهما، قللها الأزرق بخلفه وأملها ثلاثة، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فتح ذات الياء وقللها، وعلى كل منهما تثليث البدل مع عدم المد في اللين، الوجه السابع تقليل ذات الياء وتوسط اللين وتوسط البدل. قوله تعالى: عليهما، ضم الهاء يعقوب عليهما. قوله تعالى: وناداهما هدى، هدى، قللهما الأزرق بخلفه وأملهما الثلاث. قوله تعالى: من ورق عدو ولكم مستقر ومتاع، أدغمها بلا غنة خلف عن حمز. قوله تعالى: ظلمنا، غلظ اللام الأزرق بخلفه. قوله تعالى: نغفر، تغفر لنا، أدغم الراء في اللام أبو عمرو بخلف عن الدوري. قوله تعالى: تخرجون، فتح التاء وضم الراء الثلاثة ويعقوب وابن زكوان، تخرجون، فتح التاء وضم الراء، فتح التاء وضم الراء الثلاثة ويعقوب وابن ذكوان، تخرجون، تخرجون، تخرجون. قوله تبارك وتعالى: لباسا يواري، أضغم نون التنوين في الياء بلا غنة خلف عن حمزة ودور الكساء بخلفه، وأمال يواري دور الكساء بخلفه. قوله تعالى: وريشا ولباس، أضغمها بلا غنة خلف عن حمزة ونصبها المدنيان وابن عامر والكساء ولباسا.
قوله تبارك وتعالى يراكم، قللها الأزرق وأملها البصري، والثلاثة وابن ذكوان بخلفه، قوله تعالى بالفحشاء أتقولون، سكت على المتصل حمزة بخلفه، ووقف عليه حمزة وهشام بخلفه بأوجه القياس، ولدى وصلها أبدل الهمزة الثانية ياء المفتوحة سما عدا روح، قوله تبارك وتعالى مسجد وادعوه أضغمها بالغنة خلف عن الحمزة، ووصل الهاء المك، قوله تعالى عليهم الضلالة كسر الهاء والميم وصلا البصري، وضمهما يعقوب والثلاثة، وضم الهاء وقفا حمزة ويعقوب، وأملها وقفا الكسائي وحمزة بخلف، قوله تعالى ويحسبون كسر السين نافع وحق والكسائي والعاشر ويحسبون. الثمن السادس قوله تبارك وتعالى مسجدي وكل سلطانا وأن ضعف ولكن مهاد ومن غواش وكذلك عوجا وهم حجاب وعلى أضغم نون التنوين في الواو بلا غنة خالف عن حمز، قوله تعالى المسرفين خالدون معا، المجرمين الظالمين معا، والذين كافرون وقف عليهن يعقوب هاء السكت بخلف، قوله تبارك وتعالى الرزق كل قال لكل العذاب بما جهنم مهاد رسل ربنا رسل ربنا، الإضغام فيهن البصريان بخلفهما، قوله تبارك وتعالى الدنيا قللها الأزرق والبصري بخلفهما وأملها الثلاثة والوجه الثالث لدور البصري، قوله تبارك وتعالى خالصتين يوم رفعها نافع خالصة، وأضغم بلا غنة خلف عن حمزة ودور الكسائي بخلفه، وأملها الشيخان حمزة والكسائي وقفا بخلفهما، قوله تعالى القيام الجنة كله أمل الهاء وقفا الكسائي وحمزة بخلفه، قوله تعالى لقوم يعلمون رجال يعرفون، أضغم بلا غنة خلف عن حمزة ودور الكسائي بخلفه، قوله تبارك وتعالى حرم ربي الفواحش حذف الياء وصلا حمزة ربي الفواحش، قوله تبارك وتعالى ما لم ينزل أسكن النون وخفف الزاي حق ينزل، قوله تبارك وتعالى أمة أجل لعنت أختها سكت على المفصول الأربعة بخلفهم، والنقل لورش في الحرين ووقف عليه حمزة بالنقل والتحقيق والسكت، قوله تعالى جاء أجلهم جاء أجلهم سكت على المتصل حمزة بخلفه، وأمالها حمزة والعشير وابن ذكوان وهشام بخلفه، أسقط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط قالون والبزي وأبو عمرو وقنبل ورويس وخلفهما، وحقق الهمزة الأولى وسهل الثانية الأصبهاني وأبو جعفر، وهو الوجه الثاني لرويس وقنبل وله الإبدال وجها ثالث، وسهل الأزرق الهمزة الثاني وأبدالها ألفا مدا طبيعيا، وإبدالها ألفا مدا طبيعيا وجهان، قوله تعالى لا يستأخرون إبدال الهمزة فيها ورش أبو جعفر مطلقة والبصري بخلفه وحمزة وقفا، ورقق الراء الأزرق بخلفه، قوله تعالى ساعة ولا يستقدمون أملها الشيخان وقفا بخلفهما، وأضغم نون التنوين في الواو بلا غنة خلف عن حمزة، قوله تبارك وتعالى يأتينكم أبدل الهمزة ورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا، قوله تعالى عليكم آياتي السكت لهم ابن ذكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفهما خلفهم، ووصل ميم الجمع بواو الحرميون بخلف عن قالون، وثلث الأزرق البدل، قوله تعالى اتقى هدانا ونادى قللهن الأزرق بخلف عنه وأمالهن الثلاثة حمزة والكسائي والعاشر، قوله تعالى وأصلح غلظ اللام الأزرق، قوله تعالى فلا خوف بنى الفاء على الفتح يعقوب خوفا، قوله تعالى عليهم ضم الهاء حمزة ويعقوب عليهم، قوله تعالى النار كلها في الآيات 36 44 38 قل لهن الأزرق وأملهن أبو عمرو ودور الكسائي وابن ذكوان بخلفه، وللسوس وقفا الفتح والتقليل والإمالة، قوله تعالى أظلم ممن غلظ اللام الأزرق بخلف وأضغم الميم في الميم البصريان بخلفهم، قوله تعالى أفترى قل لها الأزرق وأملها البصري وشفى وابن ذكوان بخلفه، قوله تعالى أو كذب بآياتي أضغم الباء في الباء البصريان بخلفهم، وثلث الأزرق البدل، ووقف حمزة على بآياتي بتحقيق الهمزة وإبدالها ياء المفتوحة بياياتي،
قوله تعالى جاءتهم، جاءت السكت عدد متصل لحمزة بخلف، والإمالة الأخوين والشام بخلف عن هشام. قوله تعالى رسلنا، أسكن السين البصري رسلنا. قوله تعالى كافرين، قللها الأزرق وأمالها البصري ودركسي ورويس وابن ثكوان بخلفه، ووقف عليها يعقوب بهاء السكت بخلفه. قوله تعالى أمة اللعنة، أدغم نون التنوين في اللام بغنة وبدون حفص والشامي وسمع عدى الأزرق. قوله تبارك وتعالى لعنت أخته، السكت لهم بخلفهم والنقل الورش ولحمزة وقفا النقل والتحقيق والسكت. قوله تبارك وتعالى لأولاهم، أولاهم فيها للأزرق الوجوه الستة في البدل وذات الياء والبصري التقليل والفتح والإمالة للثلاثة. قوله تبارك وتعالى هؤلاء أضلون، أبدل الهمزة الثانية ياء المفتوحة المدنيان والصاحبان ورويس ولحمزة وقفا التحقيق الثانية وإبدالها ياء. قوله تبارك وتعالى فآتهم، ثلث البدل الأزرق وضم الهاء رويس فآتهم ثلث البدل الأزرق وضم الهاء رويس فآتهم. قوله تبارك وتعالى ولكن لا تعلمون. نرجع للكلمة دي ثاني، فآتهم ثلث البدل الأزرق وضم الهاء رويس فآتهم. قوله تبارك وتعالى ولكن لا تعلمون، أدغم النون في اللام بغنة وبدونها حفص والشامي وسمع عدى الأزرق وأبدل تاء الخطاب ياء غيبة شعبة يعلمون. قوله تبارك وتعالى أخراهم، لأخراهم وقف عليهما حمزة بالتحقيق وبالتسهيل بين الهمزة والواو وإبدالها ياء. قوله تعالى لا تفتح، خفف التاء الثانية البصري تفتح وأبدل التاء الأولى ياء وخفف التاء الثانية حمزة الكسائي والعاشر لا يفتح. قوله تبارك وتعالى وأبدل التاء الأولى ياء وخفف التاء الثانية حمزة والكسائي والعاشر يفتح. قوله تبارك وتعالى من غل، أخفى النون عند الغين أبو جعفر. قوله تعالى تحتهم الأنهار، كسر الهاء والميم وصلا أبصريا وضمهما الثلاثة وكسر الهاء الجمع وصلا الأنهار. السكت لهم بخلفهم والنقل لورش ولحمزة وقفا النقل والسكت. قوله تبارك وتعالى وما كنا لنهتدي، أسقط الواو الشامي وما كنا لنهتدي. قوله تعالى لقد جاءت، أضغم الدال في الجيم البصري وهشام والثلاثة وسكت على المتصل حمزة بخلف وأمال الجيم الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله تعالى أورثتموها، أضغم الثاء في التاء البصري والشيخان والشامي بخلف عن ابن زكوان. قوله تبارك وتعالى نعم، كسر العين الكسائي نعم. قوله تبارك وتعالى نعم، كسر العين الكسائي نعيم. قوله تعالى مؤذن، أبدل الهمزة واوا مفتوح الأزرق وأبو جعفر وحمزة وقفا مؤذن. قوله تعالى بينهم أن، السكت لهم بخلفهم ووصلها الحرميون بواو بخلف عن قالون ولحمزة وقفا التحقيق والسكت. قوله تعالى اللعنة، شدد النون ونصب التاء في لعنة البزي والشامي والثلاثة وأبو جعفر أن لعنته وقنبل بخلفه. قوله تعالى بالآخرة، السكت لهم بخلفهم والنقل الورش وتركيك الراء وتسليس البدل الأزرق وأمال ما قبل الهاء وقفا الكسائي وحمزة بخلفه ووقف عليها حمزة بالنقل والسكت. قوله تعالى كافرون، ركك الراء الأزرق بخلفه ووقف عليه يعقوب هاء السكت بخلف. قوله تعالى بسيماهم، قللها الأزرق البصري بخلفهما وأملاها الثلاث. الثمن السابع، قوله تبارك وتعالى تلقاء أصحاب، سكت على المتصل حمزة بخلفه ووقف عليه مع هشام بخلفه بإبدال الهمزة ألفا مع طول وتوسط والقصر وأسقط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط قارون والبزي وأبو عمرو وكنبل ورويس وخلفهما وحقق الهمزة الأولى وسهل الثانية الأصبهاني وأبو جعفر هو الوجه الثاني ورويس وكنبل وله الإبدال وجها ثالثة وسهل الأزرق الهمزة الثانية وأبدلها ألفا مشبع وجها.
قوله تبارك وتعالى النار في الآيتين 47 و50 قال لها الأزرق وأملها البصري ودرجسي وابن ذكوان بخلفه وللسوسي وقفا بالسكون الأحوال الثلاثة. قوله تعالى الظالمين العالمين المعتدين المحسنين وقف عليهن يعقوب هاء السكت بخلف عن. قوله تعالى ونادى معا أغنى ننساهم استوى قال لها الأزرق بخلفي وأمل الثلاثة حمزة والكساء والعاشر. قوله تعالى رجالا يعرفونه لقوم يشكرون أضغم نون التنوين في الياء بلا غنة خلف عن حمزة ودور الكساء بخلف. قوله تبارك وتعالى بسيماهم الموتى الإمالة للثلاثة والتقليل لهما بخلفهما. قوله تعالى تستكبرون خسروا ذكر ركك الراء الأزرق بخلف. قوله تبارك وتعالى برحمتي ندخله أمالها وقفا الكسائي وحمزة بخلف ووصلها بضم نون التنوين المدنيان والبزي والشامي والكسائي والعاشر وقنبل وابن ذكوان بخلفهما. قوله تعالى الجنة مع ستة أمالها وقفا الكسائي وحمزة بخلف. قوله تعالى لا خوف بناها على الفتح يعقوب من دون تنوين ولا خوفا. قوله تعالى الماء أو أبدل الهمزة الثانية هي المفتوحة سماء عذروه. قوله تعالى رزقكم رسل ربنا وأعلم منه الإضغام فيهن البصريان بخلفهما. قوله تعالى الكافرين قال لها الأزرق وأملها البصري ودور الكساء والرويس وابن زكوان بخلف ووقف عليها يعقوب هاء السكت بخلف. قوله تعالى لهوا ولعبا وغرتهم حثيثا والشمس خوفا وطمع أضغمهن بلا غنة في الواو خالف عن حمزة. قوله تعالى الدنيا أمالها الثلاثة وقال لها الأزرق والبصري بخلفهما وزاد دور البصر الإمالة واجها ثالثا له. قوله تعالى ولقد جئناهم أضغم الدالة في الجيم البصري وهشام والثلاثة وأبدل الهمزة أبو جعفر والبصري وحمزة وقفا. قوله تبارك وتعالى فصلنا وادعوه سوقنا فكذبوا فأنجينا وصل لها ابن كثير. قوله تعالى هدى ورحمة أمال هدى وقفا الثلاثة وقال لها الأزرق بخلفه وأضغم نون التنوين في الواو بلا غنة خالفون عن حمز. قوله تعالى ورحمة لقوم أمالها وقفا الكسائي وحمزة بخلفه وأضغم نون التنوين في اللام بغنة بخلفهم حفص والشامي وسماء خال الأزرق. قوله تعالى لقوم يؤمنون أضغم نون التنوين في الياء بلا غنة خلف عن حمزة ودور كساء بخلفه وأبدل الهمزة واوا ورش وأبو جعفر البصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله تعالى تأويله يأتي تأويله أبدل الهمزة ورش وأبو جعفر البصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله تبارك وتعالى الذين نسوه وقف عليها يعقوب هاء السكت بخلفه وأضغم النون في النون البصريان بخلفهما ووصل الهاء ابن كثير. قوله تعالى قد جاءت أضغم الدال في الجيم البصري وهشام والثلاث وسكت على المتصل حمزة بخلفه وأمالها الأخوان والشامي بخلف عن هشام. قوله تعالى غيره لينذركم ركك الراء الأزرق. قوله تعالى خسروا أنفسهم سكت على المنفصل حمزة بخلفه وله وقفا التحقيق مع السكت وعدمه ونقل حركة الهمزة إلى الواو ثم إبدال الهمزة واوا وإضغام الأول في الثاني. قوله تعالى يغشي فتح الغين وشدد الشين يعقوب والكوفيون عدا حفص فتح الغين وشدد الشين يعقوب والكوفيون عدا حفص يغشي. قوله تبارك وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات رفع الكلمات الأربع الشامي والشمس والقمر والنجوم مسخرات وأضغم الميم في الميم البصريان بخلفهما. قوله تعالى بأمره وقف عليها حمزة بتحقيق الهمزة وإبدالها ياء المفتوحة وجهان. قوله تعالى والأمر السكت لهم بخلفهم والنقل لورش والحمزة وقفا النقل والسكت. قوله تعالى تضرعا وخفيا أضغم نون التنوين في الواو بلا غنة خالف عن حمزة وكسر الخاء شعبة وخفية وأمالها وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تعالى إصلاحها غلظ اللام الأزرق. قوله تعالى رحمته وقف عليها بالهاء حق والكسائي وله إمالتها وقفا. قوله تعالى وهو
أسكن الهاء قالون وجعفر والنحويان، وقف عليها يعقوب بهاء السكت وهو قوله تعالى الرياح، أسكن الياء وحذف الألف على التوحيد المكي والثلاثة الريح، قوله تعالى بشرى ضم الباء وأسكن الشين عاصم بشرى وأبدل الياء نونا الجميع عاد عاصم، وضم النون والشين سما نشرى، وضم النون وأسكن الشين ابن عامر نشرى، وفتح النون وضم النون وأسكن الشين ابن عامر. من تاني من البداية، بشرى ضم الباء وأسكن الشين عاصم بشرى وأبدل الباء نونا الجميع عدا عاصم، وضم النون والشين سما نشرى، وضم النون وأسكن الشين ابن عامر نشرى، وفتح النون وأسكن الشين الثلاثة نشرى. قوله تبارك وتعالى أقلت سحاب، أضغم التاء في السين أبو عمرو والثلاثة وهشام بخلفه. قوله تبارك وتعالى ميت، خفف الياء مسكنة المكي والبصريان والشامي وشعبة ميت. قوله تعالى تذكرون، شدد الذال سما والشامي وشعبة تذكروا. قوله تبارك وتعالى، قوله تعالى لا يخرج، فتح الياء وضم الراء الجميع، ولابن وردان وجه آخر ضم الياء وكسر الراء يخرج. قوله تعالى نكدا، فتح الكاف أبو جعفر نكدا. قوله تعالى إله غيره، أخفى النون عند الغين أبو جعفر وجر الراء وكسر الهاء الكسائي وأبو جعفر غيره مع تركيك الراء لهما وللأزرق بخلفه. قوله تعالى إني أخاف، فتح الياء وصل المدنيان والصاحبان إني أخاف. قوله تعالى لنراك معا في الآيتين 60 و68، قال لهما الأزرق وأملهم البصري وشافع وابن زكوان بخلفه. قوله تبارك وتعالى لنراك معا في الآيتين 60 و68، قال لهما الأزرق وأملهما البصري وشافع ابن زكوان بخلف. قوله تعالى ضلالة ولكني أمله وقفا الكسائي وحمزة بخلفه، وأضغم نون التنوين في الواو بلا غن خالف عن حمز. قوله تعالى من ربي من ربكم، أضغم النون في الراء بغنة بخلفهم حفص والشامي وسما خال الأزرق. قوله تبارك وتعالى أبلغكم، أسكن الباء وكسر اللام مخففة أبو عمرو أبلغكم. قوله تبارك وتعالى أو عجبتم أن، السكت لهم بخلفه ووصلها بواو الحرميون بخلف عن قالون. قوله تعالى جاءكم، سكت على المتصل حمزة بخلفه وأملها الأخوان الشامي بخلف عن هشام. قوله تعالى بآياتنا، حقق الهمزة وأبدلها ياء حمزة وقفا وثلث البدل الأزرق. الثمن الثامن والأخير في الجزء الثامن، قوله تبارك وتعالى إله غير معا في الآيات 65 73 85، أخفى النون عند الغين أبو جعفر وجر وكسر الهاء الكسائي وأبو جعفر غيره مع تركيك الراء لهما وللأزرق بخلفه. قوله تعالى لنراك، قال لهما الأزرق وأملهما البصري وحمزة والكسائي والعاشر وابن ذكوان بخلفه. قوله تعالى سفاهة وإن، سفاهة ولكني أملهما وقفا الشيخان حمزة والكسائي بخلفهما، وأضغم التنوين في الواو بلا غن خلف عن حمز. قوله تعالى الكاذبين العالمين معا الصادقين المنتظرين والذين مفسدين المرسلين جاثمين الناصحين مسرفون الغابرين المجرمين المفسدين الحكيمين، كل هذه الكلمات وقف عليهن يعقوب بهاء السكت بخلفه. قوله تعالى من ربي من ربكم من ربه ولكن لا، أضغم النون في الراء واللام بغنة بخلف عنهم حفص والشامي والبصريان والحرميون عدا الأزرق. قوله تعالى أبلغكم، أسكن الباء وكسر اللام مخففة أبو عمرو أبلغكم، أسكن الباء وكسر اللام مخففة أبو عمرو أبلغكم أبلغكم. قوله تبارك وتعالى
ناصح أمين عذاب أليم. أسكت لهم ابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس بخلفه والنقل ورش والحمزة وقفا النقل والتحقيق والسكت. قوله تعالى أو عجبتم أن جاءكم، السكت الأربعة بخلفهم ووصلها الحرميون بواو بخلف عن قالون. قوله تعالى جاءكم جاءتكم معا، سكت حمزة على المتصل بخلفه وأمالها الأخوان والشامي بخلف عن الشام. قوله تعالى ذكر فانتظروا، ركك الراء الأزرق بخلفه. قوله تعالى لينذركم دابر، ركك الراء الأزرق. قوله تعالى إذ جعلكم معا، أضغم الذال في الجيم البصري وهشام. قوله تعالى نوح وزادكم، أضغم نون التنوين في الواو لغنة خالف عن حمزة وأمالها حمزة والشامي بخلفه. قوله تعالى بس الله، قرأها بالصاد المدنيان والبزي وشعب والكسائي وروح، وقرأها بالسين دوري البصري وهشام وخلف عن حمزة ورويس والعاشر، وبالسين والصاد كنبل والسوسي وابن زكوان وحفص المخلات، وأمالها وقفا الشيخان بخلفهما. قوله تعالى أجئتنا، أبدل الهمزة ياء أبو جعفر والبصري بخلف وحمزة وقفا. قوله تعالى يعبد آباؤنا، سكت على متصل حمزة وصلا بخلفه ووقف عليها بتحقيق الهمزة الأولى وإبدالها واوا، وعلى كل تسهيل الهمزة الثانية مع طول الألف وكسرها. قوله تعالى فأتنا تأكل فيأخذكم، أتأتون لتأتون لم يؤمنوا، أبدل الهمزة ورش أبو جعفر البصري بخلفه وحمزة وقفا. قوله تعالى وقع عليكم، قال لقومه سابقكم، الإدغام في إن البصريان بخلفهما. قوله تعالى رجس وغضب عوجا واذكروا، أدغم نون التنوين في الواو بلغنة خلف عن حمز. قوله تعالى فأنجيناه معا، وصل لها ابن كثير. قوله تعالى برحمة بينة معا، الراجفة رسالة الفاحشة شهوة عقبة وطائفة أمل وقفا الكسائي وحمزة بخلفه. قوله تبارك وتعالى بآيات، وقف عليها حمزة بتحقيق الهمزة وإبدالها ياء مفتوحة وثلث البدل الأزرق. قوله تعالى مؤمنين مؤمنون، أبدل الهمزة واوا ورش أبو جعفر البصري بخلفه وحمزة وقفا، وقف عليه يعقوب هاء السكت بخلفه. قوله تعالى إله غيره، أخفى نون التنوين وعند الغين أبو جعفر وجر الراء وكسر الهاء الكسائي وأبو جعفر وأبو جعفر غيره. قوله تبارك وتعالى قد جاءتكم معا، أدغم الدال في الجيم البصري وهشام وشفا، وسكت علي حمزة بخلفه وصلا وأمال وأمال الألف الأخوان والشامي بخلف عن الشام. قوله تعالى ناقة الناقة، أملها وقفا الشيخان بخلفهم. قوله تعالى لكم آية، السكت لهم بخلفهم ووصلها الحرميون بواو بخلف عن قالون. ورقق ووقف عليها حمزة بتحقيق الهمز، وقف عليها حمزة بتحقيق الهمزة مع السكت وعدم، وأملها وقفا الكسائي وحمزة بخلفه وتسليس البدل للأزرق. قوله تعالى بيوتا، ضم الباء ورش البصريان وحفص أبو جعفر وكسرها الباقون بيوتا. قوله تعالى مفسدين، قال زاد واوا بعد مفسدين الشامي مفسدين، وقال الملأ كافرون، ركك الراء الأزرق بخلفه وقف عليه يعقوب هاء السكت بخلفه. قوله تعالى أمر ربهم، أضغم الراء في الراء البصريان بخلفهم. قوله تعالى يا صالح ائتنا، أبدل الهمزة أبدل الهمزة واوا مضمومة وصلا ورش. قوله تعالى يا صالح ائتنا، أبدل الهمزة واوا مضمومة وصلا ورش وأبو جعفر البصري بخلفه وحمزة وقفا. وإذا ابتدئ بآيتنا حقق الهمزة والوصل، حقق همزة الوصل وأبدل همزة القطع ياء الجميع، وللأزرق تثليث البدل بخلفه ابتداء. قوله تعالى دارهم، قللها الأزرق وأملها البصري ودور الكسائي وابن ذكوان بخلف. قوله تعالى فتولى، قللها الأزرق بخلف عنه وأملها الثلاث. قوله تعالى إنكم، زاد همزة الاستفهام غير المدنيين وحفص أئنكم، وسهل ابن كثير ورويس الهمزة الثانية من دون إدخال، وسهل الهمزة الثانية مع الإدخال أبو عمرو، وأدخال ألفا بين الهمزتين مع تحقيق الثانية هشام، وحققها الباقون من دون إدخال، وهو الوجه الثاني لهشام.
قوله تعالى النساء، سكت حمزة على المتصل بخلفه وصلا، وله ولهشام بخلفه وقفا، إبدال الهمزة ألف مع الطول والتوسط والقصر وبتسهيلها مع المد والقصر. قوله تعالى أناس يتطهرون، أضغم نون التنوين في الياء من دون غنة خالف عن حمز، ودور الكسائي بخلفه. قوله تعالى عليهم، ضم الهاء حمزة ويعقوب عليهم. قوله تعالى الناس أشياءهم، سكت على المتصل حمزة وله وقفا، تحقيق الهمزة الأولى وتسهيلها، وعلى كل من الوجهين تسهيل الثانية مع الطول والقصر. قوله تعالى بعد إصلاحها، غلظ اللام الأزرق ووقف عليها حمزة بتحقيق الهمزة وتسهيلها. قوله تعالى خير لكم، رقق الراء الأزرق بخلفه وأضغم نون التنوين في اللام بالغنة وعدمها حفص والشامي وسمع عد الأزرق. قوله تعالى لكم إن، السكت لهم بخلفهم، ووصلها الحرميون بواو بخلف عن قارون، وقف عليها حمزة بالتحقيق والسكت. قوله تعالى صراط، أشم الصاد زايا خلف عن حمز، وأبدلها سينا رويس وكمبل بخلف عن. قوله تعالى وطائفة لم، أملا وقفا الشيخان بخلفهما، وأضغم نون التنوين في اللام بالغنة وعدمها حفص والشامي وسما عاد الأزرق. قوله تعالى فاصبروا، رققها الأزرق بخلفه. قوله تعالى وهو، أسكن الهاء قارون والبصري أو جعفر والكسائي، وقف على يعقوب هاء السكت وهو. قوله تبارك وتعالى خير، رقق الراء الأزرق بخلفه. وبذلك تم الجزء الثامن، ولله تبارك وتعالى الحمد، ونسأل الله تبارك وتعالى التيسير لما بقي من هذا الكتاب المبارك، والحمد لله رب العالمين.